نعم، نبدأ مباشرة في القراءة التحليلية من صحيفة السوداني ونطالع فيها. قوى الحرية والتغيير تسمي حمدوك عضواً في المكتب القيادي بهيكلتها الجديدة. منحت الحرية والتغيير التحالف الحاكم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك منحته عضوية المكتب القيادي في هيكلتها الجديدة التي اتفقت عليها السبت الماضي، ويتولى المكتب القيادي تنفيذ الخطط التي يضعها المجلس المركزي المنوط به قيادة الائتلاف، إضافة لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة التي تمثل جميع المكونات. وسمى مقترح هيكلة الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عضوا في المكتب القيادي، ويضم المكتب القيادي 17 عضوا، تسمى القوى السياسية 7 شخصيات، وترشح تنظيمات الجبهة الثورية 5 أعضاء، فيما يسمي كل من المجتمع المدني وتجمع المهنيين السودانيين عضوين. وقال المقترح إن المجلس المركزي سيضم 61 عضوا، وهو يكون بواسطة الحرية والتغيير دون أن يتم تحديد نصيب المكونات المشكلة للائتلاف. أستاذ الجميل، رأيك في تسمية رئيس الوزراء عضوا في المكتب القيادي لقوى الحرية والتغيير؟ أولا أنا لا أتصور أن مسألة إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير قد جاءت من فراغ، هي أيضا تنسجم مع مبادرة الدكتور عبد الله حمدوك التي أطلقها مؤخرا، والتي نعى فيها تشظي المكونات المدنية والعسكرية، وتحدث عن انقسامات في الصف المدني وفي الصف العسكري وما بين الصف العسكري والمدني. أعتقد أن دكتور عبد الله حمدوك في هذه المرحلة عندما تبدى بوجه جديد من خلال الأطروحة الأخيرة، بات من الضروري بمكان أن يكون في إطار صناعة القرار السياسي داخل الحاضنة السياسية. وفي تقديري أن قوى الحرية والتغيير قد أحسنت أن جعلت رئيس الوزراء جزءا من مكتبها القيادي المقترح، وفي تصوري أن التفكك بين أوصال أجهزة الفترة الانتقالية ما بين الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة والحاضنة السياسية الحرية والتغيير والجبهة الثورية قوى الكفاح المسلح وبروز ما وراء الأكمة أيضا، يعني شكل من أشكال التباين في المواقف ما بين العسكر والمدنيين. أعتقد أن وجود رئيس الوزراء ضمن المكتب القيادي للحرية والتغيير يعتبر ضرورة من ضرورات هذه المرحلة، ويمكن أن يشكل حلقة وصل ما بين الجهاز التنفيذي والجهاز السياسي الذي يشكل حاضنة للفترة الانتقالية. وهذا الاختيار في تقديري أنه يلائم طبيعة المرحلة الجديدة وما يمكن أن يترتب على الخطوات المقبلة من تباينات أيضا في الرؤى والمواقف. عندما يصبح رئيس الوزراء شريك في صناعة القرار، بالتالي يصبح هو رأس الجهاز التنفيذي الذي يتولى إنفاذ قرارات الحرية والتغيير. هذا يجعل درجة الانسجام أعلى، ويجعل هناك فاعلية أكبر في الالتزام بمخرجات قوى الحرية والتغيير من خلال مكتبها القيادي. أعتقد أنه هذه الصيغة يمكن أن تخفف من الاحتكاكات والتباينات والمفارقات. يعني ظلت الحرية والتغيير تأخذ على الحكومة التنفيذية أنها غير ملتزمة بقرارات الحرية والتغيير بشكل كامل، خاصة في الجانب الاقتصادي، والحكومة التنفيذية أيضا ترى بأن الحرية والتغيير بعيدة تماما عن المشاركة في إنتاج الخطط والبرامج وهكذا. أعتقد أن وجود رئيس الوزراء في المكتب القيادي يعتبر الآن ضرورة من ضرورات هذه المرحلة. نعم، مباشرة من صحيفة السودان نتحول إلى صحيفة الوطن ونطالع في صدر صفحتها الأولى: عضو بالسيادي، منصات خارجية تستغل البلاد لتصفية حسابات بالإقليم. كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان عن وجود منصات خارجية تديرها 3 دول لم يسمها،
وقال إنها تستغل البلاد لتصفية حسابات في الإقليم، مشددا على ضرورة إدارة نقاشات شفافة ومعرفة من يستغل البلاد لتصفية أجندة سياسية محددة. وأكد خلال مخاطبته أمس بفندق الجراند هوليدي فيلا ورشة إعلام السلام التي تنظمها المفوضية القومية للسلام ومركز إيركل للتدريب والإنتاج الإعلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكد على أهمية الإعلام وعدم تخريب المناخ الإعلامي المتاح حتى لا يفقد مهمته الأساسية في مساندة متخذي القرار. وقال الفكين الإجراءات لتقنية المناخ الإعلامي تعتبر جزءا من المواجهة الحقيقية وإزالة الحسابات المزيفة، مشيرا إلى الدور التكاملي وما أعلنته وزارة الثقافة والإعلام بشأن التعامل مع هذه المنصات. أستاذ، من وجهة نظرك ما هي الدول الثلاثة التي أشار إليها عضو المجلس السيادي كما طلعنا هذا الخبر من صحيفة الوطن؟ بالطبع رشح منذ أيام أن هناك منصات تنشط في مجال مواقع التواصل الاجتماعي لبث الدعاية السوداء وإطلاق الشائعات المنظمة ومحاولة تعكير الأجواء وإشاعة خطاب العنف والكراهية، وكذلك إحياء النعرات العنصرية والقبلية وتأجيج هذه النعرات. هذا الخطاب هو في الواقع ملموس، والكل الذي يطالع ويراقب المشهد الإعلامي سواء في الإعلام الجديد أو في مواقع التواصل الاجتماعي يجد أن هذا النمط من الممارسة السالبة في الإعلام قد تفشت بدرجة كبيرة. لكن لا أدري ما الذي يقصد بالدول الثلاث. ربما أن في إطار التقاطعات التي نشأت بعد التغيير الذي حدث في 11 من أبريل وإسقاط نظام الإسلام السياسي في السودان، باتت بعض الدول التي هي على درجة من الاهتمام وتبني أطروحات تربط السياسة بالدين. في هذا يشار إلى تركيا أحيانا باعتبار أن تركيا قد قامت بإيواء عدد من رموز وقادة النظام الإخواني المباد، وأتاحت لهم فرص أيضا من خلال بعض الفضائيات وبروز أسماء مثل الدكتور عبد الحي يوسف، وجود بعض الرموز الإعلامية، وجود بعض أفراد من أسرة الرئيس المخلوع في تركيا. ربما الإشارة تعني بالاستقراء والتحليل أن تركيا أحد هذه الدول التي أتاحت منصات. هناك منصات معروفة مثل قناة طيبة الفضائية، هناك منصات إعلامية بارزة تمارس وانتقلت بنشاطة إلى هناك. صحيح أن القرف والمفارق التي تنتج الشائعات والتي تزكي الصراعات والتي تؤجج نيران العنصرية، ونحن نرى في الشرق الذي يحدث الآن، لا أدري هل تديرها الدول أم أنها تدار من هذه الدول. التعبير تعبير الأستاذ محمد الفكي سليمان، هل ثم الدول هي تتبنى وتمول وتحرك وتوفر الدعم لهذه المنصات، أم أن هذه المنصات تنطلق بأنشطتها الخبيثة من أراضي هذه الدول؟ نعم. بالتالي هذه الاتهامات والأصابع يمكن أن تشير إلى المحور القطري، التركي، الإيراني. هذه الدول ربما تكون هي الأغرب إلى الاشتباه في أنها توفر ملاذا آمنا لفلول النظام المباد، وأنها تفتح الفضاءات لممارسة هذا النشاط للثورة المضادة للثورة السودانية. نعم. ولكن أستاذ الجميل، يعني ما المطلوب للتعامل مع هذا الملف خاصة من جانب الإعلام الآن؟ أنا في تقديري أولا من الصعب جدا أن في هذا العصر، عصر
المعلوماتية لا تستطيع أن تحجب يعني مثل تدفق المعلومات إلى داخل البلاد، وأعتقد أن إجراءات المنع والقمع قد تجاوزها الزمن وعفى عليها، وليس بالإمكان أن تفعل الحكومة شيء في هذا الصدد. لكن يجب على الحكومات والدول أن تحترم خيارات الشعوب، وأن ترى بأن ما حدث من تحول في السودان هو تحول عميق، هو يعبر عن إرادة الشعب كامل، وأي محاولات يائسة لإجهاض الثورة السودانية أو لإرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء أو بمحاولة تفجير الأوضاع في السودان من الداخل، تعتبر يعني هذه التوجهات أعتقد أنها تصادم مشاعر ورغبات وأحلام وطموحات الشعب السوداني برمته. فلا ينبغي للشعوب الأخرى، لا ينبغي ولا يتوجب على الدول أن تتيح لمن يحملون مثل هذه الأفكار المريضة أن ينطلقوا من فضاءاتها. لكن الدولة كحكومة لا تستطيع أن تفعل شيء لكفكفة ومحاصرة هذه الظاهرة. هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية في إطار مجتمعات العولمة، لا تستطيع أن تحجب تدفق المعلومات. هذا التيار الذي يسمى تيار الإسلام السياسي لا يرعوي ولا يأبه لأي مصالح قومية أو وطنية عليا. ما يهم هذه المجموعة أنها تريد أن تفرض أفكارها وأيديولوجيتها بأي وسيلة من الوسائل، ولو أنها فشلت في الاختبار العملي في إمكانية تسويق هذه الأفكار وزراعة هذه النبتة في التربة السودانية، فإنها أيضا تمارس روح أقرب إلى روح الانتقام، وهذا يتبدأ بشكل واضح الآن. نحن نشهد صراعات في جنوب كردفان، نشهد صراعات في شرق السودان وفي دارفور وفي غرب دارفور على وجه الخصوص. أخشى ما أخشى أن هذه المجموعة قد بدأت الآن تذهب بعد أن أصابها اليأس والإحباط والقنوط، تذهب في اتجاه أن تهد الملعب أو المعبد على من عليه وفيه. وأنا أعتقد أن تنظيم الجبهة الإسلامية القومية الآن يقدم خلال هذه الفترة منذ 11 من أبريل في العام 2019 وإلى اليوم أسوأ نموذج للمعارضة. معارضة يعني لا تضع أي خطوط أو فواصل تفصل ما بين ما هو مجتمعي وما بين ما هو للدولة والحكومة، ويعني لا تبالي أن يسقط البعض ضحايا نتيجة لهذه الحملات الإعلامية المنظمة. وفي تقديري أن هذه لو أن هذا التنظيم لم يفعل سوى ما فعله الآن بعد سقوط نظامه، فإنه غير جدير بالوجود والاستمرار. الآن تتعالى أصوات وتطالب بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية باعتبارها تنظيم إرهابي، وبالتالي التعامل معها بغلظة وشدة. أعتقد أن حكومة الفترة الانتقالية تعاملت بليونة كبيرة مع هذا التنظيم الذي انحنى في بادئ الأمر للعاصفة، وهو الآن بدأ في استخدام كافة الأسلحة الصدئة ضد الفترة الانتقالية. نعم، مباشرة إلى صحيفة السوداني الدولية، تفاصيل جديدة في قضية خط هيثرو. واصل المتحري بشير إدريس وكيل ثاني نيابة الأموال العامة أمس كشف المثير والجديد في قضية التصرف في خط هيثرو التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف والقيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى. وتمت مناقشة المتحري أمام قاضي محكمة أراضي الدين بالخرطوم جنوب عبد المنعم عبد اللطيف من قبل ممثل دفاع المتهم الثاني، وحددت المحكمة الجلسة للأربعاء القادم لمواصلة الجلسات. وكشف المتحري بشير إدريس وكيل ثاني نيابة الأموال العامة أثناء مناقشته من قبل ممثل دفاع المتهم الثاني
كمال عبد اللطيف أن فتح البلاغ كان نتيجة لتحقيق لجنة مكونة بواسطة وزير النقل في ذلك الوقت، وكان التوجيه الصادر للجنة التقصي حول تردي أوضاع شركة سودانير وضياع حق السودان في حق الهبوط والإقلاع في خط هيثرو بعد دخول مجموعة عارف والفيحاء كمساهمين في شركة سودانير. ورفعت اللجنة المعنية تقريرها إلى وزير النقل، وتمت التوصية إلى وزير العدل في ذلك الوقت، ووجه المدعي العام باتخاذ إجراءات قانونية في الأمر، وتم فتح البلاغ المنظور أمام المحكمة. رأيك في الفساد الذي صاحب بيع خط هيدرو؟ فساد النظام المباد، فساد يشيب لهوله الولدان حقيقة. هو تجلي خط هيثرو، مسألة قضية خط هيثرو وبيع خط هيثرو بهذه الكيفية والطريقة، يعني هو تجلي صغير من التجليات التي حدثت لكثير من الممارسات الفاسدة وضلوع رموز وقادة التنظيم الإسلامي في السودان في هذه العملية، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إلى الآن وراء قضبان قفاص الاتهام. في تقديري أن حتى هذه القضية تم فتح ملفها وتم التحقيق فيها والتحري والاستقصاء فيها في فترة حكم النظام المباد، وعلى ما أظن خلال فترة تولي الدكتور أحمد بابكر نهار لوزارة النقل بعد أن اكتمل التحري في هذا الملف. وحسب معلوماتي أن وزير النقل الدكتور نهار آنذاك قد رفع هذا الملف إلى رأس النظام المخلوع عمر البشير، ورأى رأس النظام أن يطوي هذا الملف في طيات النسيان، وهكذا النظام كان يحمي الفساد المنظم. خط هيثرو هو جزء من وقائع هذا الفساد المنظم. النظام كان يقوم على ثنائية الفساد والاستبداد، وبطبيعة الحال نحن نتحدث في جزئيات صغيرة عن هذه الجريمة وتلك، لكن يعني في تقديري أن الجريمة المنظمة هي الطبيعة التكوينية والفلسفة الأساسية التي نشأ عليها نظام ما يعرف بالإنقاذ. هذه الحالة هي حالة واحدة من جملة تفاصيل. لو أننا شهدنا ما الذي حدث للناقل الوطني السودانير، ما حدث للخطوط البحرية السودانية، ما حدث للسكك حديد السودان، ما حدث لمشروع الجزيرة، ما حدث يعني لا نستطيع أن نحصي أو نعدد جرائم الفساد. تم بيع كثير من العقارات التي تمتلكها حكومة السودان منذ استغلال السودان في مدينة لندن، وكانت أيضا في مواقع استراتيجية، وتم تبديد هذه الأموال وذهبت إلى جيوب القطط السمان. القطط السمان الذين أسماهم النظام نفسه ورأس النظام نفسه بالقطط السمان. صحيح. هذا من طبيعة النظام. يعني يبدو غير مستغرب أن هذه التفاصيل لا تدهش الناس كثيرا. ما يعرفه عامة الناس في القرى والفرقان من ممارسات الفساد، في تصوري لو أننا حاولنا إحصائها لن نستطيع. وفساد الإنقاذ لا يستطيع أحد أن يحيط به مهما أوتي من قدرة ومن علم ومن معرفة ومن وسائل وأدوات. هذا فساد يعني استشرى في كافة جسد الدولة السودانية. الحركة الإسلامية استباحت الدولة بالكامل وجعلت الدولة ضيعة خاصة لمنسوبي هذا التنظيم، ثم تم تكريس لهذه المكاسب في إطار حفنة من الأسر والبيوتات، هذا الشخص وأبنائه، هذا الرئيس وإخوته، هؤلاء وهؤلاء. هذه الشبكات تعمل مع بعض على قرار نظام المافياوات. هذا الأمر أنا في تقديري. وربما هذا أستاذ الجميل يقودنا إلى محور، ما المطلوب في مواجهة الضالعين في هذه القضية أيضا؟ يعني ربما أن الموت الآن قد غيب متهمين رئيسيين في قضية خط هيثرو، الشريف أحمد عمر بدر
الراحل، وأيضا زبير أحمد الحسن أمين عام الحركة الإسلامية الذي توفاه الموت قبل بضعة أشهر. أنا في تقديري أن القائمة تتناقص يوما بعد يوم، لكن في نهاية الأمر هي مثل هذه القضايا عندما تذهب إلى منصة القضاء هي محاكمة للنظام، هي محاكمة للتجربة، هي محاكمة لهذا التنظيم الذي ادعى الإسلام، هي محاكمة للتاريخ الأسود لهذه الحركة. أنا في تقديري أن الاستمرار في المحاكمات هو لتعرية وكشف إلى أين ذهبت هذه المجموعة التي اختطفت الدولة وجيرت كافة الموارد والإمكانات واغتصبت السلطة واستطاعت أن توظف كل هذا لمصالح شخصية ضيقة ولمصالح تتصل بتنظيم، وذهبت إلى أن تمول حتى مثل محاولة اختيار رئيس الراحل حسني مبارك بمليون دولار من أموال اقتصبت من الشعب السوداني. هكذا أنا أعتقد أنه تنظيم قير راشد تنظيم قير مسؤول مارس ممارسات يعني تفوق الوصف والخيال، كما قال الأستاذ محمود محمد طه يعني تحدث عن هذا التنظيم وقال أنهم سيرتكبون ما يفوق سوء الظن العريض. مهما أوتيت من قدرة على أن تسيء الظن بهذه المجموعة ستجد أن سوء ظنك يتقاصر ويتواضع أمام ما يفعله هؤلاء من ممارسات، وتجد نفسك ربما قد أحسنت الظن وأنت تعتقد أنك قد أسئت بهم الظن. صحيح. إلى صحيفة أخبار اليوم، شركات فرنسية وأوروبية تبدي رغبتها العمل في السودان. أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن هنالك شركات فرنسية وأوروبية أبدت رغبة حقيقية للدخول والاستثمار في السودان، مبينا أن ذلك جاء نتيجة لمؤتمر باريس الذي انعقد سابقا، وأبان أنه بعد اطلاع رجال الأعمال والشركات الفرنسية على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السودان، أبدت عدد من الشركات الفرنسية والأوروبية استعدادها للدخول في الأسواق السودانية والعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك وفق سونا عقب التنوير الذي قدمته السيدة إيمانويل بلاتمان سفيرة فرنسا بالسودان لوزير المالية، حيث أطلعت سيادته على نتائج مؤتمر باريس. وعبرت إيمانويل عن تطلع فرنسا إلى تخفيف كبير للديون في مؤتمر باريس القادم. رأيك في إبداء هذه الشركات رغبتها في العمل بالسودان، وماذا تضيف من خلال هذا العمل الذي تود أن تشارك به السودان؟ أولا في تقديري أن السودان الآن قد بات نقطة جذب استثماري لكثير من الشركات العالمية الكبيرة، وبالتالي هناك نوع أيضا من السباق نحو السودان، وكل هذه الدول تريد أن تحظى بفرص للاستثمار في السودان بعد أن عاش السودان عزلة مطبقة امتدت لثلاثين عام. يعني الآن أعتقد أن الفرص تتاح والفرص تترى. نحن نسمع أثناء زيارة وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي إلى موسكو حديث عن إمكانيات فتح فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري، واللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ستعود إلى الخرطوم لمناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالمشاريع. يعني أعتقد أن هذا السباق نحو السودان يأتي من الشرق ويأتي من دول الغرب. فرنسا اهتمت بشكل خاص بالسودان، وأعتقد أن احتضان باريس لمؤتمر السودان المؤخر شركاء السودان قدم فرص كبيرة. هذا المؤتمر تم فيه عرض من قبل الحكومة السودانية لمشروعات كبيرة وضخمة في كافة المجالات، مجالات الزراعة، مجالات الإنتاج الحيواني، مجالات التعدين، في مجالات الطاقة، في مجالات البنيات التحتية. في تقديري أن السودان قد قدم كثير من الرؤى للمشروعات. الفرنسيون على وجه الخصوص جرت اجتماعات بين الشركات الفرنسية الكبيرة والوفد السوداني أثناء مؤتمر باريس، ما تقول به سفيرة فرنسا في الخرطوم الآن
هو تقريبا خطوة عملية في ترجمة نتائج مؤتمر باريس باتجاه إقدام هذه الشركات للدخول إلى السودان، بل في النطاق الأوروبي أوسع من فرنسا أيضا هناك اهتمام، خاصة من قبل ألمانيا وبريطانيا ومن دول مختلفة، بوجود موطئ قدم في الأراضي السودانية للاستثمار. أعتقد على السودانيين أن يبتهلوا هذه الفرصة وهذا الزخم الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة، وأن نستثمر في هذا استثمار جيد، وأن نضع خطط جيدة للاستثمار، وأن نرتب أولويات واحتياجات السودان الأساسية بشكل صحيح، وأن ندير هذه العلاقة بشفافية تامة، وأن نقدم صورة مختلفة لتجربة النظام المباد الذي يذهب منسوبه دائما إلى محاولة التكسب من وراء أي مشروعات قومية تطرح من قبل أي مستثمر، حتى يفر منهم هذا المستثمر كما يفر السليم من الأجرم. هكذا كان يحدث طوال فترة العهد المباد. يجب أن نقدم صحيح. صورة جديدة إن شاء الله، هذا ما نتمناه أستاذ الجميل. الحراك السياسي جاء فيها تسلم أكثر من 13 كيلو ذهب من جبل عامر. تسلمت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أكثر من 13 كيلوغراما من الذهب من مصنع جبل عامر لمعالجة مخلفات التعدين الكرتة والذهب الرسوبي. وشهد وكيل وزارة المعادن الدكتور عبد الله كودي والمدير العام للهيئة الجيولوجية الدكتور محمد سعيد زين العابدين ميدانيا بمقر المصنع بجبل عامر بولاية شمال دارفور نتائج عمليات صهر خام الذهب لإنتاج السبائك الذهبية من المصنع الذي تديره هيئة الأبحاث الجيولوجية لمعالجة المخلفات والذهب الرسوبي الذي يتم جمعه من الأدوية والخيران ومعالجته بواسطة المياه. وأعلن وكيل الوزارة الدكتور عبد الله كودي خلال كلمته للعاملين بمشروع جبل عامر عن سياسات وإجراءات جديدة لتطوير العمل الإنتاجي بمشروع جبل عامر، وقال إن المشروع سيكون الرافع الحقيقي لإنتاج الذهب عبر الأذرع والشركات التي للوزارة. أستاذ، رأيك في تسليم هذه الكمية الكبيرة من الذهب من جبل عامر، وماذا تضيف للاقتصاد السوداني أيضا؟ أولا أنا في تقديري أن الاهتمام بتطوير تعدين معدن الذهب يعتبر خطوة مهمة، أن ينشأ مصنع صغير في منطقة جبل عامر يستطيع أن يصنع السبائك الذهبية وأن يستخلص الذهب من هذا المنجم. وتطوير عملية التعدين الأهلي، التعدين الأهلي ظل يحصل على الذهب ويقدمه في شكل خام، لكن في تقديري هذه الخطوة، خطوة تطوير يعني هذا المعدن النفيس ومحاولة إدخال عملية تصنيعية في موقع الإنتاج، خطوة مهمة. إنتاج هذه الكمية يعتبر مقدمة مهمة ومبشرة، يمكن أن يتم استحداث شكل جديد وإضفاء قيمة مضافة على إنتاج الذهب في جبل عامر، وهذه التجربة قابلة أيضا لأن تستطرق في مناطق أخرى، وأن ينشأ على قرارها محاولة تحديث عملية تعدين الذهب في التنقيب الأهلي. وأعتقد أنه هذا الاهتمام من قبل وزارة المعادن مهم جدا، لا بد أن نذهب باستمرار في اتجاه أن نطور المنتجات السودانية من تصديرها كخام إلى إدخال إمكانية تصنيع أو فرز أو تطوير. نعم، لكن ما المطلوب لزيادة الإنتاج من الذهب والتطوير كما تفضلت أستاذ الجميل؟ أعتقد أن السنوات السابقة شهدت إنتاج كبير، لا يستطيع أحد حتى الحكومة لا تجد أرقام دقيقة وإحصاءات يمكن أن تتحدث عن صادر الذهب وحجم المنتج الحقيقي وأين سيذهب وكيف، وبالتالي دارت الكثير من الشبهات حول إنتاج هذا المعدن الذهب، وجرت عمليات تهريب منظم
شاركت فيها وضرعت فيها كثير من الجهات. آن الأوان لإيقاف محاولة تهريب الذهب، يجب تطوير عملية التعدين، تعدين الذهب. وأنا في تقديري أنا أجهزة الدولة يجب أن تهتم بهذا الأمر اهتمام كبير. لا بد أن تفرد الشرطة السودانية وجهاز الأمن الداخلي الذي ينتظر أن يكتمل تأسيسه وحدات خاصة لمتابعة هذا المنتج، حتى نستطيع أن نكفكف ونحاصر عملية التهريب وتقليل فرص واحتمالات خروج هذا المنتج المهم الذي يمكن أن يرفض الموازنة العامة بعملات صعبة. لو أحسننا إدارة ملف تعدين الذهب بشكل جيد، التجربة السابقة كانت بها كثير من الثقوب والعيوب والمشكلات، لابد أن نلخص وأن نستفيد من هذه النقاط الضعف في كيفية استثمار الذهب. نعم، نطالع هذا الخبر من وكالة السودان للأنباء. خالد عمر يؤكد دور الإعلام في تعزيز السلام واستدامته. أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر أهمية دور الإعلام في تعزيز بناء واستدامة السلام ومحاربة خطاب العنف والكراهية. جاء ذلك لدى مخاطبته صباح أمس الجلسة الافتتاحية لورشة إعلام السلام التي نظمها مركز إلكل للتدريب والإنتاج الإعلامي بالشراكة مع المفوضية القومية للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفندق الجراند هوليدي فيلا، بمشاركة كل من عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول وحاكم إقليم دارفور السيد مني أركم الناوي وعضو مجلس السيادة الانتقالية السابق الأستاذة عائشة موسى وممثلي الجهات الإعلامية المختلفة. رأيك في أداء الإعلام بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، هذه الثورة التي جاءت تحت شعار الحرية والسلام والعدالة، ماذا أنت قائل أستاذ الجميل؟ أولا لو تحدثنا عن الإعلام، الإعلام كرافع لتحقيق شعارات الثورة السودانية أعتقد أنه لم يلعب الدور الذي كان ينبغي أن يطلع ويقوم به. كان مهما جدا بعد نجاح الثورة وحدوث التغيير أن يكشف الإعلام، أن يسلط أضواء كاشفة على سوءات النظام المباد، وحتى لا يحدث ما حدث الآن. النظام المباد الآن يريد إعادة إنتاج صورته من جديد، يحاول أن يتجمل وأن يبدو في إطار مقارن بأنه أفضل حالا حتى من إدارة الفترة الانتقالية، ويحاول أن يهيل التراب على تجربته السوداء والسيئة. الإعلام كان مقصر، الإعلام كان نقطة ضعف رئيسية في أداء الفترة الانتقالية، ومفردة رئيسية من مفردات التغيير، هو ركن أساسي من أركان عملية الانتقال الديمقراطي. الإعلام هو رافع لتأسيس هذه قيم الثورة. في تقديري أن الأسباب متعددة التي جعلت أن الإعلام يسير بشكل أعرج خلال فترة الانتقال. كافة المؤسسات الإعلامية الخاصة هي مؤسسات موروثة من حقبة النظام المباد، ظلت كما هي، لتتم إدارتها وفق ذات المنظومة القديمة وبذات العقلية، هي غير مواكبة حقيقة لروح الثورة والتغيير، فيما عدا بعض المؤسسات التي نشأت مؤخرا والتي استطاعت أن تحقق أيضا درجة ونوع من يعني التبشير والاهتمام بقضايا التحول. لكن في تقديري بشكل عام، الصورة العامة والمجملة، الإعلام كان أداءه ضعيفا، كان هو نقطة ضعف رئيسة في مفاعلات الأداء للثورة السودانية لو أننا تحدثنا عن شعارات الثورة وأهداف الثورة. لكن أيضا الخطورة الآن باتت أكبر، يعني يعتقد بأن المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، يقال بأن لو أن القنبلة النووية هي سلاح القرن العشرين، فالسوشيال ميديا هي سلاح القرن الحادي والعشرين، وبالتالي هو سلاح خطر جدا الآن يستخدم لتفجير البلاد من داخلها.
يعني يبدو أن الخطة التي تذهب إليها عناصر النظام المبات تريد أن تقول علي وعلى أعدائي، وتريد أن تأتي الطامة الكبرى حتى ربما لا نجد بلد اسمه السودان على نعم. الخارطة. هل توجد منصات إعلامية تعمل ضد الثورة ولا تزال أستاذ الجميل؟ نعم، هذا لا يخفى على أحد. هناك كثير من مواقع النشر الإلكتروني التي نشأت حديثا وأصبحت ظاهرة فريدة، غير يعني لا تدري من أين تنبت هذه النوافذ وماذا تفعل. هي توظف المعلومات وتحاول أن تنسج حولها روايات، وتحاول أن تختلق أيضا كثير من الأخبار الزائفة والمفبركة، وأيضا تحاول أن تشيع في الناس روح الإحباط بشكل منظم. هذه العملية عملية أعتقد أن الإنتاج الإعلامي فيها تم بدماغ مركزي وبتفكير موحد، لذلك هي كلها تعزف في سيمفونية واحدة وفق منظومة واحدة بنوتة موسيقية مكتوبة واحدة. هذا النشر الإلكتروني شكل خطورة كبيرة، أشاع روح الإحباط في الناس، ذهب في اتجاه تيئيس الناس من احتمال نجاح برامج الثورة السودانية، حاول تلطيخ رموز وأيقونات الثورة السودانية، حاول تبديد الطاقة الإيجابية التي أنتجتها الثورة السودانية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى حد الانبهار الذي على مستوى العالم بنموذج الثورة السودانية وسلمية الثورة السودانية وما فعلته المرأة السودانية في الثورة السودانية ومشاركة الشباب الغض، هؤلاء اليفع الذين فعلوا ما يشبه المعجزة في التغيير. الآن يريدون أن يقدموا صورة سلبية عن الإنسان السوداني نفسه، يحاول تصوير أن الإنسان السوداني يمارس النهب والقلع والأسلحة البيضاء والصواطير في الطرقات. صحيح. أعتقد أن الصورة السالبة الآن لكي يعيد العالم النظر في الإنسان السوداني، العالم عندما يتحدث مانويل ماكرون في الجمعية العامة ويقول للعالم أحذو حذو شعب السودان، وعندما يتحدث لذوي السترات الصفراء في باريس ويقول لهم لا تب... لا 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 يعني لا تخربوا اغتدوا بأبناء السودان الذين سلمية، الآن هناك من يريد أن يقول أن الشعب السوداني شعب يقتل بعضه بعضا وينهب بعضه بعضا، يريد أن يرسم صورة ذهنية أخرى نقيضة للصورة التي رسمتها الصورة الباهرة التي رسمتها. هذا يعني يدل على حقد أعمى وأسود من قبل من فقدوا السلطة، بس فقط لأنهم فقدوا السلطة الآن يريدون أن يجعلوا العالم لا يصدق بأن صحيح. هناك شعب في هذا الكوكب. طيب أستاذ الجميل، ما المطلوب في مواجهتها وكشفها؟ المعركة هذه معركة طويلة ومعركة صعبة، ربما أن أخلة الذين يتقودون الآن أجهزة الإعلام لم تستطع أن تواكب. أنا كما قلت قبل قليل أنهم سيفعلون ما يفوق سوء الظن العارض. يبدو أن العقل الإعلامي قاصر عن مواكبة هذه الحيل والأساليب التي تنتج مثل هذه المادة السوداء والدعاية السوداء، والتي تحاول تلطيخ الشرفاء وتحاول أن تقدم صور سالبة، بل يريد البعض أن يقول نعم نحن فاسدون في النظام المباد، لكن هؤلاء أيضا هم فاسدون مثلنا. يريدون أن يقولوا نعم نحن قد تمكننا في السلطة، لكنهم الآن يمارسون تمكينا أبشع. هكذا يعني يريدون أن يربكوا الشعب السوداني حتى يختلط الحابل بالنابل. لا تدري ما هو الأفضل، هل الثوار الذين أنتجوا الثورة أم يجي النظام حتى يستوي الجميع في السوق. يعني أنا أعتقد أنه ده شعور سيء، أن تكون سيئا وأن تذهب باتجاه أن تقنع الآخرين بأن هذا الآخر الذي لا يريد شيئا يذهب في اتجاه هو قام نقيض لممارساتك، أن تقول أنه أيضا تورط وبات والقا في ذات المنهج والأسلوب، كأنما لا تريد أن تقول للشعب السوداني وللعالم لا خير فينا كلنا. صحيح أستاذ الجميل، بعيدا عن السياسة بملفاتها الشائكة والمعقدة، دائما نختم بصحيفة هلالنا الرياضية ودعنا نطالع فيها. فورما سينهو يحشد النجوم
ويخشى ملعب الخرطوم. يعود الكرة اليوم لمباريات الدوري الممتاز عندما يواجه الشرطة الجدارف على ملعب استاد الخرطوم مساء اليوم في مباراة الأسبوع 23 من البطولة. وكان الهلال قد اختتم إعداده بتمرين مساء أمس بملعب المباراة، ويتوقع أن يدفع فورمسينه اليوم بتشكيلته المعتادة على أمل الفوز والابتعاد بالصدارة، خاصة بعد تعادل المريخ في المباراتين السابقتين. ما المطلوب من لاعبي الهلال للمحافظة على صدارة الممتاز أستاذ الجميل؟ نعم، هو شيئا فشيئا بدأت الصورة وملامح فرقة ريكاردو فورمسينه تتشكل، ومن الواضح تماما أنه قد وقف على إمكانات لاعبيه، وبدأ الآن في تقديم فكره وتنزيله على الملعب. هناك جمل تكتيكية يعني يؤدي بها لاعبو الهلال مباريات تظهر أن هناك شكل وأداء منظم. صحيح أن المباريات تتفاوت، عندما لعب الهلال أمام الأهلي شندي قدم مباراة بمستوى رفيع في شوطي المباراة، عندما لعب مع الخرطوم الوطني أدى شوطا أول جيد، لكن عادت بعض العيوب التي ظلت تلازم اللاعب السوداني في شوط المباراة الثانية أمام الخرطوم الوطني. الآن الهلال يقابل الشرطة الجدارف. صحيح أن ملعب استاد الخرطوم الشكوى دائما من طبيعة أرضية الملعب والنجيل الصناعي غير الجيد في استاد الخرطوم. غالب المدربين والمدراء الفنيين خاصة الأجانب منهم يشكون من أرضية هذا الملعب، رغم التزام الاتحاد الدولي الفيفا أثناء زيارة رئيس الفيفا للخرطوم بإعادة تأهيل شيخ الاستادات استاد الخرطوم. لكن في العموم أنا في تقديري الهلال حتى الآن يذهب باتجاه جيد، مع تعثر يلازم الند التقليدي المريخ الذي بدأ ينزف النقاط من خلال هذه التعادلات الأخيرة. الهلال أمامه فرصة لكي يستعيد أراضيه في الدوري الممتاز وأن يحقق المطلوب. نعم، ونتمنى أن يستفيد الهلال من التنافس المحلي للظهور بصورة طيبة خلال التنافس الأفريقي أيضا. شكرا جزيلا أستاذ الجميل لحضورك معنا كالمعتاد في البونت العريض. شكرا توسل. أيضا الشكر يمتد لكم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة. حتى جديد الملتقى بمشيئة الله، السلام عليكم.